So hi, Andy and Isabel. Yeah. You guys are from Poland, right? Yes. أنا اسمي عمر، أنا صف ثالث متوسط حاليا، ومن السعودية تحديدا جدة، وأحب إني أروح يعني المدن الثانية وأكتشفها وأشوفها. أولا أنا كنت رايحة العلا، وكنت رايح طبيعي يعني مع عائلتي زيارة للمكان. فلما رحت هناك عند جبل فيل خاصة، خطرت على بالي أنا ووالي إنه ليش ما نشوف آراء السياح، بما إنهم كثروا العلا وجو الناس. وهذا الحمد لله يعني بجهود الدولة إنه قدروا يسألون على الناس يجون هنا. فجات على بالي الفكرة عشان الناس تعرف، وممكن أغير نظرة بعض الناس. For me, it's number one. So the best place that you came here in Saudi Arabia is العلا, right? Yes. والجنسيات يعني اللي سويت معهم المقابلات كانوا اثنين من هولندا واحد كان من انجلترا. فاكثر شيء يعني شفت السياح عجبهم هنا العلا انه الصحراء عجبتهم، وكمان يعني انه راحوا اماكن كثير برا السعوديه شافوها وراحوا لها يعني اقاموا فيها، ولكن يعني نمبر 1 او رقم 1 كان العلا. صراحه انا كنت مستحي شوية إني أسوي المقابلات، ولكن يعني الوالد أصر علي وقال لي روح، فتشجعت وسويت معهم. في أول مرة رحت جبل الفيل، منطقة جبل الفيل، ورحت كمان البلدة القديمة وشفت العلا والمزارع الموجودة في العلا والجبال. ثاني مرة كانت دعوة من وزير السياحة مع الوزير أحمد الخطيب، ردود فعل الناس على المقاطع اللي أجريتها ونزلتها على تويتر صراحة حفزوني كثير وأعطوني دعم. وطبعا وزير السياحة كمان شاف المقطع وحفزني وأعطاني كلام، وبرضو الناس يعني دفعوني دفعة معنوية إني أكمل وأسوي أعمال أكثر في المستقبل. أتمنى إني أكون سفير للسعودية طبعا أو مذيع، ولكن يعني أهم شيء عندي إني أكون سفير بحيث إني أقدر أنقل صورة للناس الدولة. أنا إن شاء الله راح أكمل في السياحة وأشوف الناس وأشوف آراء الناس وأقول لهم ثقافتنا سواء هنا أو برا السعودية. أروح دولة ثانية وأشوف وأقول لهم ثقافة السعودية عندهم.